بولاية مستغانم أشرفت السيدة فرشيشي رئيسة ديوان الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة رفقة والي الولاية على افتتاح الصالون الجهوي للغرب تحت شعار من أجل اقتصاد بديل بمشاركة 150 مؤسسة مصغرة من مختلف الولايات. مراسلة واتيب العربي. نشكر السيد والي ولاية مستغانم لاستضافته لهذا المعرض الجهوي اللي هو واحد من عدة معارض قرر السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة رعايتها عبر كافة التراب الوطني. كان الأسبوع الماضي فيه معرض، اليوم فيه ثلاث معارض في ورقلة وأدرار ومستغانم. الأسبوع الجاي راح يكون المعرض الجهوي الخاص بشرق البلاد في ولاية الطيف. المعارض هذه عندها هدف مهم، هو أولاً تعريف بالمقاولاتية وتشجيع توجه الشباب الجزائري إلى عالم المقاولاتية، نصنع نوع من التواصل بين أصحاب المؤسسات المصغرة على المستوى الجهوي. هنا عندنا تقريبا 11 ولاية في من غرب البلاد مشاركة، وكنا شفنا في زيارتها أنه بالفعل المؤسسات هذه تواصلت مع بعضها، وحتى أنه نظن كان في صفقات عقدت في كواليس هذا الصالون. هذا الشيء يفرحنا، وهذا راهو دليل على نجاح الصالون. بالنسبة للسياسة الوطنية لتشجيع المقاولات، يطرح مشكل هو الفونسي، وبالتالي لا استراتيجي ناسيونال بارابور على لا كرياسيون دو ميني زون داكتيفيتي بور بوستي جوستومون لو انتربرونور. ربما اسمح لي نجاوبك انا على هذه. تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية والحكومة في هذا الشأن، تم إنشاء عدة مناطق صناعية صغيرة موجهة للشباب المبتكر والشباب المقاولاتي، اللي رانا درنا تقريبا على مستوى ولاية مستغانم تجزئتين، واحدة فيها 19 على مستوى ولاية مستغانم، واحدة فيها 14 على مستوى بلدية حجاج. كل الدراسات رانا قد انتهينا منها، رانا في انتظار تمويل من السيد وزير المكلف بالمؤسسات به لبناء عدة مآرب ديزونغار اللي راح توجه لهذه المؤسسات الصغيرة، وبهذا نكونوا سباقين على مستوى الوطني من ناحية إنشاء هذه التجزئات.